بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد فتاوى رمضان حول العالم والذي نقدم فيه الأجوبة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تردنا على فيسبوك باللغة الإنجليزية والمتعلقة بالصوم وبشهر رمضان وما فيه من أحكام. سؤال آخر ورد إلينا عن حكم الجماع في نهار رمضان وما الذي يترتب على هذا من أحكام. إذا جامع الصائم في نهار رمضان فإنه أولا يترتب على هذا الجماع إثم يلحق بالرجل والمرأة، وبالتالي عليهما إن فعل هذا أن يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفراه، لأنهما قد انتهكا حرمة الشهر الشريف. ثانيا عليهما بعد رمضان قضاء يوم بدلا عن هذا اليوم. ثالثا على الزوج الكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، وعليهما كذلك إذا وقع في الجماع أثناء نهار رمضان أن يمسكا بقية اليوم، يعني إذا حصل الجماع لا يجوز لهما أن يهجما أو يتجرأ على الأكل والشرب بدعوى أنهما قد أفطرا بالجماع بالفعل، لأن هذا إثم على إثم لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الشريف، والله أعلى وأعلم.